توقعات متوسطة المدى تشير إلى تأثر محافظات شمال السلطنة بأخدود لمنخفض جوي جديد ابتداء من اليوم وينتهي الأحد المقبل. مدينة صلالة تشهد اليوم ختام أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد بعد مشاورات استضافتها السلطنة برعاية الأمم المتحدة. يفتتح اليوم بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم المعرض العماني الصيني للتصوير الضوئي.